في عيشة حلوة وصافية من طيبة سمحة العافية سمح العافية بالخير كمال تروي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. مشاهدينا الأفاضل عبر قناة طيبة الفضائية، ومستمعين الأماجد عبر إذاعة طيبة FM 103، سلام من الله عليكم. نحن أتيناكم في برنامجكم سمح العافية، وكما قلنا أن سمح العافية إطلالة لزيادة الوعي ونشر الثقافة الطبية والصحية عبر ربوع بلادنا وأثير بثنا. يسعدنا اليوم في هذه الحلقة أن نتحدث عن مرض الصدفية، ولكن نحن الأكثر سعادة أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة ليلغي وليسلط الضوء على محاورها بروفيسور عمر علي كومبلي، مستشار الجلدية والتناسلية والذكورة والعقم، والأستاذ بكلية الطب جامعة الخرطوم. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أشكرك دكتور محمد زين على هذه الاستضافة، وأشكر قناتكم الفتية على استضافتنا لنلقي الضوء على بعض الأمراض الجلدية المهمة. وفي هذه السانحة حنتكلم عن الصدفية، باعتبار أنه يوم بكرة هو اليوم العالمي للصدفية. والصدفية طبعا مرض مزمن وغير معدي، ومرض حميد ومرض التهابي. وإحنا لما نقول مرض التهابي، الأمراض الالتهابية عندنا كثيرة جدا جدا. فعندنا من الأمراض الالتهابية غير الصدفية عندنا الإكزيما والحزاز المسطح وأمراض الاسكلوديرما اللي هي تصلب الجلد، وأمراض الذئبة الحمراء، وأمراض الأمراض الفقاعية المناعية. الحقيقة اللستة طويلة بتاعت الأمراض الالتهابية، لكن بتتصدرهم الصدفية. وليه العالم أو هيئة الصحة العالمية أفردت يوم خاص للصدفية زيها وزي الأمراض الكبيرة الأخرى؟ أفردته لأنه 125 مليون من البشر بيعانوا من الصدفية في العالم، ما يعادل 1-3% من سكان الكون. فبالتالي النسبة كم تاني عشان الناس يكونوا؟ 1-3 من 10 من سكان العالم، وبتعادل 125 مليون، والعدد ماشي طبعا في تصاعد. كويس جدا، والصورة الآن جاهزة على الشاشة عشان الناس يكونوا معانا برضو في الصورة، لأنه كلمة الصدفية في حد ذاتها معظم الناس ما عارفينها. صحيح، كويس، صحيح. احنا في اليوم ده بنسلط الضوء عليها لأنها ما معروفة، مرض ما معروف بحجمه، يعني حجمه كبير جدا جدا، لكن للأسف الناس معرفتهم به قليلة. فبالتالي هم شايفينه لأنه كثير جدا شايفينه في الناس، لكن ماخدينها كلها حساسية. حتى المرضى نفسهم يجوك ويقول لك عندي حساسية. فبالتالي لأن هي تختلف عن الحساسيات الأخرى اللي هي بنسميها الإكزيما وما غيرها، فيها اختلافات جذرية بين التانيين، وفي اختلافات في العلاج بتاعها والمضاعفات بتاعتها. فبالتالي احنا كلامنا عنها بيكون مهم جدا جدا الناس تعرفها وتعرف انها مرض غير معدي. طيب، الصدفية زي ما عارفين سموها صدفية لانها فيها قشر زي الصدف، قشرها زي الصدف بيطلع كده، وصدف قشر فضي. يعني المريض حالته شديدة جدا بتلقى سريره مليان قشر، زي ما في الصورة اللي قبل شوية شفناها. أيوة، شوف تاني ان شاء الله. أيوة، عشان نعم. انت تعلق على الصور في حد ذاتها عشان المشاهد يكون معنا. نعم، الصورة تمام. نعم، كويس. طيب، ندخل في الكنترول يجي الصور. كيف احنا فعلا بنتكلم عن الصور، والصور هي بتتكلم الحمد لله عن نفسها. فالاماكن زي الصورة دي، اماكن، ايوه، شوف دلوقتي القشور طالعة كيف، بعدين حدود المرض واضحة جدا جدا. يعني المرض ما بيتماهى او ما بيمشي مع الجلد، يعني حد واضح كده، ما عايز لي ترسم حدود، مرسومة الحدود. فشايفينها واضحة جدا، والصدف فيها
والأرضية بتاعت الجلد بتكون حمراء، شايفين الصدف؟ وانت كل ما تحك صدف يجيك صدف، كل ما تحك كأنها مرسوم ورسم. الكوعين من أهم المناطق، راحة الرجلين زي ما شفتوا من الأماكن، الأظافر من الأماكن اللي بتصيبها وشوفوها شوهت الأظافر كيف. ثاني الركب من الأماكن اللي بتصيبها، والظهر بيورى من الأماكن اللي بتصيبها وشايفينها في البطن هنا. بعدين فروة الرأس، يعني تلقى الفروة دي مليانة قشر، ملية شديدة. هنا عندنا صدفية أصابت المفاصل فبتأدي لتشوه المفاصل. شايفينها مشوهة كيف؟ شايفين راحة اليدين كيف؟ برضو قشر شديد جدا جدا، ومزعج ومتعب للعيان ومتعب للناس اللي بيشوفوا المريض نفسه بحالة زي دي، وبخافوا انه يكون عنده مرض كعب او مرض معدي. هسه مع وضع ده كده ما معدية بالنسبة للناس اذا احتكوا معاه ونام في سرير؟ اطلاقا الصدفية ما معدية، الصدفية سببها عندها سبب وراثي. يعني الوراثة ما ضروري تشوف الزول ده عنده وراثة، لكن العوائل اللي فيها الصدفية 30% من الناس، لما نلقى واحد عنده صدفية 30% من الأسر عندها صدفية، لكن ممكن تجر لي وراء الصدفية والوراثة بتاعتها ما يكون في ذول هو شايفه، يقول لك ما عندنا في العائلة صحيح، لكن هو ما عارف لي وراء. فالجانب الوراثي ثابت جدا جدا، فيها الجانب الالتهابي وفيها الجانب المناعي وفيها الجوانب البيئية الانفايرومنتال فاكتورز، دي كلها جوانب بتدخل في سبب الصدفية. طيب هل الصدفية بتجي لأكل؟ نو، ما في أكل بيأثر على الصدفية. يعني مريض الصدفية ما ممنوع من أي أكل، عادي جدا جدا. في لو جات التهابات دي بتزود لنا الصدفية. لو أي التهابات المفروض تتعالج أول بأول، لأنها مرات بتسببها، يعني مرات بتكون هي السبب في ظهورها في جلد الإنسان اللي عنده القابلية للصدفية. فعلاج الالتهابات في وقتها مهم. في أدوية معينة برضه بتهيج الصدفية، مفروض الناس يتنبهوا لها ما ياخدوها، ودي طبعا بيستشيروا فيها الطبيب. في الضغوط النفسية، مرات تجي للناس نتيجة ضغط نفسي يظهر لك، أو ضغوط نفسية فقد عزيز، أو أي ضغط نفسي شديد بيخلي لك الصدفية تبين في الإنسان. فدي دي يعني الأسباب الأكثر شيوعا. أيوة، الشمس كويسة مع الصدفية يعني على التعميم، لكن في ناس بتهيج لهم أشعة، يعني بيتعرض لأشعة الشمس. الشمس أيوة. فبالتالي إحنا الحاجات اللي بتهيجها، يعني العوامل أيوة الأخرى المسببة ممكن. الصدفية دي هسه العالم صرف عليها مليارات الدولارات كثيرة جدا. ليه؟ لأنه هي ما مرض خاص بمناطقنا نحن زي البلهارسيا والملاريا والتايفود ومش عارف إيه. أمراضنا اللي عندنا هنا يعني مرتبطة بصحة البيئة أو تدني البيئة، ده مرض ما عنده علاقة بالبيئة. فبالتالي هو في العالم المتقدم والعالم المتأخر والعالم الوسط كلها صدفية واحدة يعني في كل المناطق دي. فبالتالي العالم بيصرف عليها صرف كثير جدا جدا، لكن للأسف الشديد لغاية دلوقتي السبب على وجه التحديد على وجه الدقة ما معروف، لكن الحالة الالتهابية في الجلد معروفة، والعوامل البيئية اللي قلناها معروفة اللي بتأثر عليها، والعوامل المناعية برضو معروفة، لكن على وجه الدقة السبب دلوقتي الناس بتشتغل فيه، ما في مؤتمر جلدية إلا فيه صدفية خالص، يعني في أي مؤتمر جلدية. وعندها سواء كان في الدول نفسها، يعني في المؤتمرات القطرية أو المؤتمرات الإقليمية أو المؤتمرات العالمية حتى، الصدفية لها حيز كبير جدا جدا لأنه مرض مهم. وعلى الرغم من كده زي ما قلنا السبب ما معروف، لكن العالم بيبحث وبيصرف على الصدفية. وفي مؤتمر يعني بريطانيا مثلا خاتة مؤتمر بس سنوي في ديسمبر للصدفية، بيحضروا الناس من كل العالم وكلهم بيجيبوا البحوث بتاعتهم وما توصلوا إليه في الصدفية، بيشاركوا المعلومات عشان يقدروا يعالجوا مريض الصدفية علاج كويس. وأهم شيء طبعا تشخيص مرض الصدفية مهم جدا بالنسبة للإنسان. يعني هل من السهولة التشخيص، طريقة التشخيص؟ نعم. التعامل معها؟ نعم. التشخيص طبعا بيعتمد عليه الطبيب، هل هو شاف حالات صدفية قبل كده ولا لا؟
أطباء جلدية بشوفوها كثير جدا بشخصوها صحيح. الأطباء التانين عشان كده إحنا بنعتمد عليه. لما يجينا مريض الصدفية ونشخصه كلينيكيا بناخد عينة من الجلد وبنملكها للعيان في يده wherever he goes أي محل يمشي له هو بيقدم تشخيصه واضح جدا. حتى الطبيب الما متمرس على الجلدية ممكن يرجع لمراجعه والرجوع دلوقت أصبح سهل جدا جدا يقدر يعالج مريضه مظبوط. فدي التشخيص بتاعه. لكن دائما لكن الصدفية ما مرض بيكون قائم لذاته في حالات كثيرة جدا ما قائم لذاته. ده ممكن حاجة مزعجة أنا لما نعاين الصورة اللي قدامي في الشاشة دي يعني ما منفرة للمريض وداير يحل مشكلته بأسرع ما يكون يعني وحدة حاجة مزعجة جدا هتعطل حياته كلها ومتعلقة ربما لو كانت معلقة بمناطق حساسة أو في الوجه أو أي شيء مشكلة كمان. ويا ريت لو قلنا بس هي جلدية بس لأنه مرات بتكون مصحوبة بسمنة مرات بتكون مصحوبة بسكري مرات بضغط مرات بزيادة دهون في الدم اللي هي الناس كده عادي بسموها الكوليسترول مرات تكون مع القاوت يعني بتكون معاها أمراض في الكبد أمراض في الرئة أمراض في الكلى يعني دي كلها مرات بتكون مصاحبة لها فيها. فبالتالي العلاج بتاعها لازم يكون يمشي مع العلاجات بتاعت الحاجات دي. مريض الصدفية مفروض ما يدخن خالص ما يشرب خمرة يعني دائما ممنوعين من شرب الخمرة والشيشة و الدخان بفارغ رمضان السجاير بكل انواعه حتى التمباك ندخله في نوعيه محدده من الاطعمه ممكن تسدي لتهيجه او زيادتها او اي حاجه ابدا ما في اطعمه بتاثر عليها. لكن طبعا احنا قلنا الامراض المصاحبه لها اللي بنسميها كوموربيديتيز دي علاجها مرات بتعلق بالاطعمه فبالتالي انت بتوجه مريضك ياخذ علاج كويس والافضل المريض ياخذوه عدة دكاتره عدة تخصصات عنده سكري عنده سمنه ناس الباطنه لازم يكونوا مشتركين مع تيم وورك اخصائي جلديه ايوه تيم وورك والتيم وورك دائما مهم جدا في حالات الصدفيه ويبدو انه ده سر العلاقه الرابطه ما بين تخصص الباطنيه وتخصص الجلديه نعم نعم وكل التخصصات الحقيقيه يعني انت شفت مكمل لبعض البعض التشوهات في المفاصل التشوهات في المفاصل دي محتاجه برضه يشوفوها ناس الروماتيزم والعظام الناس الشغالين في الحته دي شوفوها يعني برضو يعالجوا معاك الصدفيه مظبوط. طيب واحده من العوامل والكلى ناس الكلى وناس الكبد والناس كلهم كل الاخصائيين المشتركين فالتيم ويرك مهم في الطب عموما نتمنى انه شغلنا يكون تيم ويرك. طيب زي الدنيا انتم مقبلين الان على الشتاء مريض الصدفيه وفصل الشتاء ايوه الشتاء لا يؤثر على الصدفيه الا بالقدر انه الجلد يكون جاف جلد الصدفيه وانت حقيقه في الشتاء اي انسان صدفيه وغير صدفيه لازم نعمل حسابنا في الشتاء بتاعنا بتاع الجلد واحنا داخلين عليه مثل ما تفضلت الجلد المرطبات مهمه جدا جدا لانه في حساسيات وفي امراض كثيره بتنتج عن جفاف الجلد فاحنا نتنبه لها والناس من زمان في الشتاء ده في الاقاليم بتاعتنا وفي الارياف طوال بمسحوا بيت زيت السمسم ده اللي كان موجود دلوقتي الحمد لله في مرطبات كثيره موجوده الناس مفروض تعملها للصدفيه ولغيرها زي ما قلنا كلام عام طالما احنا بنتكلم عن الجلديه ايوه دكتور محمد الشعار بتاع اليوم العالمي ايوه للصدفيه نعم مرضى الصدفيه في السودان يعني نسبه كبيره الحقيقة لو جينا نغالب مع أمراض الجلدية الأخرى للأسف الشديد إحنا ما عندنا إحصائيات لكن الأمراض الإحصائيات يبدو أنها زينا زي العالم برا واحد لثلاثة طبعا الأمراض اللي فيها الجانب الوراثي دي كل ما التزاوج كان زواج أقارب ومتقارب بتكون الأمراض نسبتها أعلى كل ما كانوا الناس بيتزاوجوا مع بعض من بعيد بعيد شوية بتقل المسألة دي والمسألة دي مذكورة حتى في الدين عندنا يعني التداخل القريب ده واحده من الاشكاليات الكبيره ايوه في الصدفيه وفي غير الامراض الوراثيه كلها لانه عامل الوراثي هو من العوامل نعم. الاساسيه الان نعم في نعم. لكن ما يعني انا بتكلم حتى لو لا توجد احصائيه رسميه تابعه لوزاره الصحه هل العدد عدد المرضى الداخلين لقسم الجلديه كم كفه عندنا عياده طبعا خاصه هنا في مستشفى الجلديه للامراض الجلديه ويبدو ان النسبه هي ياها لكن احنا بنتكلم عن زواج القارب مثلا امريكا ما فيها زواج قارب لكن برضو 7.5 مليون من الامريكان عندهم مشاكل صدفية عندهم صدفية 7.5 مليون
نسبة معتبرة يعني. أيوة يعني نسبة عالية. طريقة التشخيص بتاع الصدفية. أيوة التشخيص هو بكلينيكال، تشخيص كلينيكال، وبعد كده أنت بتستعين بفحوصاتك، بتعمل فحوصاتك المعملية عشان تشوف عيانك ده هل عنده صدفية بس ولا عنده حاجة غير الصدفية مصاحبة للصدفية. ده من ناحية المعمل، فحصك للسوائل في الدم وكده. الحاجة الثانية المهمة جدا، احنا اخذ عينة من الجلد، يعني اخذ عينة من الجلد دي زي ما احنا بيساعدنا العينة في الجلد، بيساعدنا في انه ان احنا ندي العيان نملك التشخيص بتاعه في يده اينما ذهبوا. طبعا احنا ما عندنا اخصائيين جلديه في كل السودان، مدن كبيره ما فيها اخصائيين جلديه، ارياف ممتده وشاسعه ما فيها اخصائيين جلديه، لكن الطبيب اللي فيه لو عرف التشخيص بيقدر يعرف زي ما قلنا، يدخل النت ان شاء الله ويساعد العيان بتاعه. والتشخيص ده متيسر يعني ممكن اي زول يعمله، سعره عادي وكده يعني ولا حاجه مكلفه؟ قد يكون السعر مكلف شويه، وقد يكون الاساسه بتاع الهيستوباثولوجي اللي هو الأنسجة المريضة، أخصائي الأنسجة المريضة قد يكونوا ما متوفرين كثير، لكن العيان إذا جاء في إيدك مفروض تعمل له الفحص ده المطلوب. أيوة تعمل له عشان يمكن ما يلقى فرصة تانية يلقى له طبيب. يا أخذ العينة ذاته ما سهل، يعني اللي بياخذ العينة وبيودي العينة والدكتور اللي بيشوف العينة. فبالتالي نحن بننصح أخواننا الأطباء أي عيان يجيهم يعملوا العينه بتاعت الجلد ويودوها يدوها للعيان، يدوها اللي في يده، لازم يشيلها معاه وما يحتفظوا بها في ملفاتهم. والواجب العيان يملكوه كل فحوصاته في يده. الصدفيه مربوطه بسن محدده يعني؟ يعني هل ايوه سؤال جميل دكتور محمد زين. الصدفيه ما عندها عمر، تجي في كل الاعمار، ما عندها جنس معين، بتجي في كل الاجناس، ما عندها جندر معين، بتجي للرجال والنساء على حد سواء، ما عندها منطقة فقيرة ومنطقة غنية، بتجي للغني للفقير لكله. فهي يعني مرض عالمي شائع. علاج الصدفية نجي للعلاج بعد ذاك. نحن قبل ما تخش في العلاج نخلي حقه نذكر بأرقام التواصل التي تظهر تباعا على الشاشة. لأنه أول ما تظهر أنت يا دكتور عمر ويعني بيكون في كثير من الاتصالات ومشاكل الجلد دي من المشاكل الكثيره جدا جدا، فلذلك نذكر بارقام التواصل التي تظهر تباعا على الشاشه خصوصا لمستمعينا في اذاعه طيبه. 0183 43 46 88 0183 43 87 99 0183 40 4 سبعات 40 4 سبعات. كما نذكر برقم واتساب البرنامج 0125 25 19 82 0125 25 19 88. نفضل غالبية الاتصالات تكون عبر الواتساب لسهولة يعني اختيار الأسئلة. أشكرك دكتور محمد زين على هذا الإطراء. وعلاج الصدفية احنا المضاعفات لازم نقولها، مضاعفات الصدفية الجلد ده احنا شفنا اماكن معينة والناس اشمأزت منها كده، لكن ده المرض ودي الحقيقة. الجلد ده مرات كله يترشح، كله يكون مقشر كده ويكون محمر، وفي الحالة دي اسدي المريض ماشي عادي الحالات اللي شفناها، لكن لما نحمر كله جلد ويرتشح كله بعد كده الانسان بيكون عنده صحته تعبان جدا جدا، مرهق مجهد، عنده حمى، ما قادر يتحرك، ما قادر ياكل كويس، يعني بتاثر على صحته العامه ولازم يرفض. ده بنسميه احمرار الجلد. الحاله الثانيه في المضاعفات برضو صديد الجلديه الصدفيه الصديديه، الجلد غير الاحمرار بتاعه يترشح صديد كله، تشوف بس تلقاه بقع صديديه كده وبؤر صديديه على سائر الجلد او في مناطق معينه. دي برضه من الحالات اللي خطره. دي المضاعفات الاثنين، غير المضاعفه اللي شفناها بتاعه تاثير المفاصل اللي هي دي بتجي ل 30% من الناس، يعني تلقى المفاصل تتشوه، ممكن يغلبهم ما يقدروا يتحركوا، ما يقدروا يشيلوا حاجه، ما يقدروا يمسكوا حاجه.
هنا بتجي أهمية العلاج. أهمية العلاج من البداية، المريض الشخص صدفية لازم يتابع مع الطبيب، وزي ما قلنا هي من الأمراض المزمنة زيها زي السكر زيها زي الضغط، الحاجات اللي بتحتاج الواحد طوال يكون على صلة مباشرة بطبيبه عشان يعالجه أول بأول بدون ما يخليه يدخل في المرض. الوضع يتفاهم. نعم. طيب العلاج المحور الأول فيه المحور الجنرال العام، لو كان سمين يتفادى السمنة، يحاول ينقص وزنه، لو كان عنده سكري اضبط السكري مظبوط، عنده ضغط، عنده اي مرض من الامراض لازم يضبطها مظبوط. ثانيا لو بيدخن لازم يترك التدخين، يترك الشيشه، يترك الخمره، الاشياء دي. للاسف الشديد هم بكونوا نفسياتهم تعبانه مرات لما ما يتابعوا العلاج. الواحد بيقول لك اهرب من المشكله دي بالتدخين، اهرب منها بالخمره، وكده بضاعف المرض ويفاقم المرض بتاعه بدل ما يساعد المرض بتاعه، يورط روحه زيادة. أيوة. عن اللزوم. فكون هروب من المرض وفي نفس الوقت هو بزيد المرض، بيزيده زيادة للأسوأ. نعم. فدي مهمة الكلام العام دي، ومهم جدا انه المريض ومخالطينه يعرفوا انه المرض ده ما معدي عشان ما ينفروا منه. نفروا منه خلاص المريض حالته بتسوء، بيجيه القلق، بيجيه الديبريشن اللي هو الاكتئاب، بيجيه الانعزال من الناس، بيسيب عمله يعني، ومرات حتى الناس العمل يعني لو يتعاملوا معاه بإزاز كده، يعرفوا انه الزول ده معدي ولا لا. يعني انا اتذكر في السعوديه جوني جماعه عندهم واحد زي ده، يدينه كلها مشققه ومليانه قشر وبتاع، ومصيبته هو ولد اخو المدير. فلازم يسلموا عليه. فجوني قال يا اخوتي الحاضر. فالناس تعرف انه المرض ما معدي، يسلموا على الزول، وعادي جدا جدا يعرفوا انه المرض ما معدي وانه مرض حميد. اهم شيء انه يعرفوا الناس ده ما مرض خبيث، ما فيه ما زيه زي الامراض الاخرى الجلديه الاخرى، كعب السيئه. ايوه. لكن لو جالي ناس الايس بقى بيجي كعب جدا جدا. اللي هو الايس هو معدي، لكن الصدفيه ما معديه. لكن لما تظهر مع الايس، ولما واحد يكون عنده صدفيه وجاوا الايس بتبقى فظيعه، بتبقى من قاتله يعني. ما خلاص هو المشاهد البسيط والانسان العادي ما بقدر يفرز بين انه المرض الجلدي ده معدي ولا ما معدي. ايوه نعم. لكن هي في العاده ما معديه، ناس الايس قليلين جدا جدا في الصدفيه، قليلين جدا جدا، الواحد ما يحكم بهم. وبعدين المصافحه اساسا ما بتنقل الايس، فبالتالي ربطها بالإيدز لا يجوز إطلاقا. والمريض ما بعيش كثير لو جاته الصدفية مع الإيدز، بيبقى نعلوه اثنين. فبالتالي يعني المحور العام ده مهم جدا، إنه الناس يتعاملوا مع المريض بصورة كويسة، ويأكل عادي، أكله عادي، يخفف وزنه، والحاجات اللي قلناها بتأثر عليه ودي يعمل حسابه مع دكاترة التانيين بنفسه هو. ده المحور العام في المرض. وانت ذكرت الجزء النفسي، انا برضو الجزء النفسي ده حقه بالمناسبه يكون معاك. وانا شايف لو يعني المساله دي لو اصابت واحده من البنات وهي في سن الزواج او الارتباط، الموضوع النفسي ده محتاج له استشاري نفسي. ايوه صحيح صحيح. ما احنا قلنا الشغل التيم ويرك او الشغل الاطباء مجموعه مع بعض مهم جدا جدا. انت مرات بتضطر توديهم للطب النفسي، لكن اذا المساله انت عملت لها كنترول يعني طبيب الجلديه جو من البدايه وتابعوا معه ما بيصلوا، انت بتشوفه عادي كانه ما عنده حاجه. لكن لما نهمل العلاج بيبقى يدخل في الاثار الواضحه دي، دوام صعب لكن جدا. ممكن يدينه عادي، جلده كله عادي، ما شوف فيه ولا حاجه، انت انسان عادي. لكن لو اهمل اهدي المشكله. فبالتالي يعني لو جالي اي انسان مفروض يتابع مع اخصائي الجلديه وما يزهج يعني، ما مرات تلقاه يمشي كمان ياخذ العلاج ويستعمله براو لحاله. وهذه اشكاليه كبيره جدا الان في السودان، يقول لك والله يا اخي المرهم ده نفع مع جارته، هي مشت شالت الصندوق او العلبه وطوال اجابته. المساله دي في خطوره. ايوه عادي عادي جدا، ودينا مرهم فلان ومرهم فلان وبتاع. اي فدي ايوه المرهم ده جاب نتيجه هناك. لا أي. الزول اطلاقا بالذات الشخص اللي عنده صدفيه لازم يتابع متابعه لصيقه مع اخصائي بتاع جلديه اذا توفر له المساله دي. إذا ما توفر دي مسألة تانية، لكن إحنا زي ما قلنا نملك العيان. لو جانا هنا، والناس العادة بتجي الخرطوم عشان تشخص، لو جانا نشخصه صحيح وندي تشخيصه للأطباء في الخارج في خارج الخرطوم عشان يقدروا يعالجوه بناء على التشخيص زيه. طيب دكتور عمر، إحنا نسمع بعض التلفونات وبعد ذاك نرد على بعض الأسئلة. ألو، السلام عليكم.
الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معك مواهب عبد الله من الجدارف. مواهب، تفضل يا مواهب. يلا، انا مشكلتي هي ما صدفيه، لكن رؤوس الاصابع فوق جنب الظفر بتجف، يعني عادل كده بقطعها بالضفاره، بقطعها باصبعي. ارفع صوتك شويه يا مواهب عشان اقدر اسمعك. قلت لك رؤوس الاصابع فوق جنب الظفر. طيب. جنب الاظافر فوق بتكون جافه، يعني بقطعها قطعه كده جافه. طيب، نهايه الاظافر في جفاف شديد. اطراف الاصابع ولا الاظافر؟ الاظافر ولا الاظافر زي ما قلت؟ اطراف الاصابع ولا الاظافر؟ اطراف الاصابع جنب الاظافر. أيوة. نعم 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 نعم. يلا كل يومين ثلاثه ممكن ثاني تشيل هناي ثاني تجف، وانا اقوم اقطعها كده شغاله. نعم. ليه فتره طويله يعني، ليه يمكن سنتين ثلاثه كده. فيها حكه؟ ما في حكه، ما في الم، ما في اي حاجه. ولا تشققات ولا اي شيء؟ ولا تشققات، بس الجفاف ده شفت تجف كده بقطعه عديل يعني. بتقطع شنو؟ يومين ثلاثه ثاني. في قشور؟ لا لا ما في. طيب، احنا طبعا عندنا نوع من الحساسيه اسمها حساسية أطراف الأصابع أور الفينجر تيب إكزيما، دي موجودة. فدي الواجب إنه طبعا إحنا بنغسل كثير جدا إيدينا، وبالذات أنتوا البنات بتشتغلوا في المطبخ كثير جدا، فالواجب إنك تستعملي مرطبات طوالي، ولو اشتغلتي شغل فيه مواد نظافة تلبسي جوانتيات مطبخ. جوانتيات مطبخ مش جوانتياتنا إحنا بتاعت الأطباء اللي بنستعملها دي. يكون عندك أيوة. جوانتيات مطبخ تشتغلي بها الشغل ده. وتستعملي أيوة. المرطبات بتاعتك دي افتكر ان شاء الله بتروح. طيب معايا عندي مشكله ثانيه مع اختي، ممكن اقدمها لك برضه؟ طيب خليها تتفضل. الو الو، السلام عليكم. يلا، قلت لك عندي اختي برضه اصابعها دي كمان كلها بتتشقق، بالذات في فصل الشتاء بتكون دم عديل يعني بتتجرح. اصابعها بتتشقق كل الاصابع والاطراف بس؟ الاصبع كله، طول الاصابع بورا وقدام كله. ايوه، اذا دي برضه دي نوع من الاكزيما. دي نوع من الاكزيما، وقد تكون اكزيما اساسا وراثيه ومعاها جانب المكتسب. فدي اكزيما وممكن نشوفها. ممكن دكتور محمد. طيب يا مواهب، احنا بنديكي مقابله مجانيه اذا جيت الخرطوم لمقابله دكتور عمر، ان شاء الله عندك كريت مقابله تجي لبروفيسور عمر. واختك برضه تعالي انت واختك سوا ان شاء الله. والدكتور عمر يرحب بناس القوارف كلهم ان شاء الله، وربنا يديكم الصحه والعافية. نسمع تلفون تاني ونرد عليهم كلهم. ألو، مرحبا عليكم. السلام عبد الله. أيوة، السلام عليكم. معك شرف الدين عبد الله. شرف الدين من المتمة، تفضل يا شرف الدين. كيف حالك؟ والله إن شاء الله بخير. الله يبارك فيك، تسلم يا شرف الدين. وكيف صحة الدكتورة معك؟ تحياتنا لكم وجزاكم الله خير يعني. الله يبارك فيك. أنا عندي ولدي حقيقة. أيوة، سامعك يا شرف الدين، تفضل. نعم، دي ولد يعني المسألة دي معاه من بدري شديد يعني من جوه صيف. ايوه، ورحت على كذا كذا دكتور اخصائي بتاع جلدية، لغاية يعني قبل كام بتاعت 15 سنة أو حاجة بشكل قالوا تخصيصات للجلد واللعاب وكده ونفسي مع ملستات، وديناها قالوا كل التخصيصات دي نظيفة ما عندها أي حاجة. واخيرا مشينا لاحد ما اقدر اذكر اقول لك الاخصائي، لكن مشينا لعدد من الاخصائيين في الخرطوم كان جلديه. طيب، وبدون خلطات قالوا نوع من الاكزيما هي في الارجل تحت وفي الايادي وفوق بكامل قشره، ولغايه ما اثرت على المفاصل بقى الاصابعين ما بنطرحن يعني. و العلاج يروح بعد العلاج مباشره تجي تراجع عنه. اذا كررنا نفس العلاج تزيد. طيب الدكتور يتواصل معك الان؟ الو؟ اوكي، يا اخر حاجه وديناه لواحد قبل حتى 15 او 20 يوم، اداه خلطه اخصائي في بحري وقالوا صدفيه. غيروا من نعم نعم صدفيه. اوكي، وشو علاج خلطات يا استاذ شرف الدين؟ من كلامك دي يبدو انها هي صدفيه، يبدو انها صدفيه لانها اخذت الفتره الطويله دي اثرت على المفاصل، لانه الاكزيما في العاده ما بتاثر على المفاصل،
طالما أثرت على المفاصل يبدو أنه صدفية وفيها قشور حسب كلامك، وبتمشي تأخذ العلاج وتمشي وتجي، فشكلها إنها صدفية. فتعالينا خلينا نعمل لك التشخيص السليم إن شاء الله ونوريك بعد كده. وانت سمعت كلامنا عن الصدفية كويس، نسمع التلفون تاني وبعدك نبين الفرق ما بين الصدفية والأكزيما عشان الناس. ألو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مبارك عليكم. الله يبارك فيك. حنان عمر من مدني، تفضلي. يلا أنا طبعا معي أنا، لكن عندي استفسار، الظروف ما معروف كنا صدفية كبيرة. ربنا ما يجيب عليك. يلا. أه يا شيخ ما شاء الله إنه الصدفية كلهم أنا بقول لهم إن شاء الله ربنا يشفيكم. وإن شاء الله ربنا يعافيكم. يلا سؤالي، الصدفية دي الحاجة اللي بتجيبها شنو يعني؟ وأعراضك إيش؟ أنا نفس سميتها من الأخذة قال الصدفية في جسم الأخت دي طول، يعني العذبات شنو اللي بتجيب المرض ده؟ يعني وطبعا مو طبعا مرض ما مؤذي طبعا. الحتة دي بالذات هو مرض ما مؤذي. يعني أنت يعني إذا كان يعني داري يعرف يعني المرض ده، يعني هل بتجيبوا أكلات؟ هل بتجيبوا هبو؟ هل بتجيبوا شنو؟ فلا نحن نكون عارفين يعني الصدفية دي بتجيب الشيء هذا، ونكون واخدين حقنا ونواخذها. يبدو عليك يا حنان اول الحلقه كنت شغاله في الفطور ولا العده ولا حاجه كذا، لكن ما في مشكله نعيد لك ثاني ان شاء الله يا حنان. وربنا يسلم ناس مدني كلهم ان شاء الله. تسمع الاجابه على سؤالك اوكي يا حنان. الو السلام عليكم، نسمع تلفون ثاني. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حسام معك. تفضل يا حسام. كيف الاخبار؟ ان شاء الله طيبين. بسال الدكتور عن الاكزيما. يعني انا عندي اكزيما كده من عمري سنتين، وبتمشي وتجي ودائما بتلتهب، يعني كل ما تجيني لازم يحصل التهاب. يعني بعد ذاك باخذ الكورتيزون والحاجات دي وما عارف. عمرك كم الان يا حسام؟ 30. 30 سنه، 28 سنه معانا مع الأكزيما يا دكتور. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله الآن في التواصل بينك وبينه. نعم. لا لا خلاص كويس أوكي. تسمع الإجابة. نعمل من الإخوة إنه ما يتصلوا عبر الواتساب، نحن مخلينا الواتساب فاتح عشان نقدر نتواصل معاكم وننقح بعض الأسئلة نقدمها للبروفيسور. نفضل عدم الاتصال عبر إلا عبر التلفونات الأرضية اللي هي مثلا 40 أربع سبعات 40 أربع سبعات. نسمع تلفون رابع. ألو السلام عليكم. ألو 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 الو 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 عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. عصمت من المعالق. تفضل. عبد الله المعالق الزميل عبد الله. تمام تفضل. يا اخي انا عندي صدفية عندي حساسية والله ليها 48 ساعة. تمام. ها؟ معاك نحن. ايوه. والله بالحقيقة يعني غلبت فاهم غلاب، قابلت استشاريين كثيرين. يعني ما خلي الدكتور يقول كل مره اجيب من حاجه تظهر معي. فيها حكه يا عصمت؟ حكه شديده وتروح تعدي اليوم تخف يعني. لا وماكينه وين؟ وين في الجسم؟ ماكينه شفت الكرعين واليدين. الكرعين واليدين يعني في 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 القدمين يعني راحت القدمين ولا؟ القدمين ايوه واليدين. اليدين وراحت اليدين. أي. طيب. أي. فيها قشور؟ قشور اي قشر ويعني حلايب. حتى طلعت مادة ولا جافة؟ لا ما في مادة. ما فيهاش مادة. جافة مادة. طول الوقت. اي. وتاني غير اليدين والرجلين مشت لحتة ثانية؟ والله بس الساق فوق يعني قطعته يعني ساق. نعم؟ الساق فوق. في الساق؟ في الشعر. اي الساق طيب. فوق في الساق. لا الساق ولا الراس فوق؟ الساق. الساق. الساق اي. في راسك ما في حاجة؟ لا لا في الراس ما اوكي جميل 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 اوكي. طيب دكتور نرد على الناس زين وبعد ذاك نشوف بعض أيوة الصور وصلتنا الان على البرنامج عمر كويس. اللي هي طبعا أيوة. ما تابعت انا عمر من ناس مدني وما اهلا بها ومحبيها وهي ما تابعت الحلقة من الاول. احنا قلنا المرض ده ما عنده اسباب غير انه في سبب وراثي، بعد كده بتدخل العوامل الاخرى العوامل البيئية والالتهابية والمناعية، لكن العامل الاساسي هي الوراثية. وأعراضه
ذكرناها وعرضناها هنا في التلفزيون، لكن اغلب الاعراض بتكون في راحة اليدين، راحة الرجلين، الركب، الكوعين، فروة الراس والملاين واسفل الظهر، لكن ممكن يعوم كل الجسم، فدي اعراضه وبقشور كثيرة. طيب ده بالنسبة للاخت حنان. نجي لحسام. ايوه دير ما مشتركين في موضوع الاكزيما. ايوه ايوه حسام يعني من عمره سنتين ل 28 سنه. نعم نعم حسام قال عنده اكزيما، والاكزيما فرق طبعا من الحساسيه من الصدفيه. الصدفيه دائما وابدا ناشفه جافه، ما لم يكون في حك شديد يطلع دم، لكن هي جافه ما بتشيل فقاقيع، ما بتنز، تنز دي مهمه جدا، يعني ما بتطلع مواد سواء كان مواد سائله او دم او حاجه زي دي، يعني لحاله كده لما تكون ملتهبه شديد بتطلع المسائل دي الاكزيما. والاكزيما في العاده ما بتاثر على المفاصل، ولكن برضو من الحاجات المزمنه اللي بتحتاج لمتابعه الاكزيما زي الصدفيه في ناحيه انها متابعتها. نجي لعصمت من المعالج، عصمت عبد الله من المعالج، وعصمت يبدو أنه موضوعه صدفية من حكيه، ويمكن لو شاف الصور هو يكون على بين أي، لأنه الصدفية ممكن تجي بحكة شديدة جدا وفيها قشور زي ما قلنا قبل كده. الإكزيما فيها حكة شديدة جدا، لكن القشور فيها ما زي قشور دي، ما قشور فضية ناعمة، دي لينة في الأغلب الأحيان. طبعا الإكزيما احنا لما نتكلم عن الإكزيما نتكلم عن الإكزيما الشائعة، لكن في انواع كثيره الاكزيما ما زي الصدفيه، الاكزيما في انواع كثيره جدا، فبالتالي بتحتاج لمتابعه ومعاينه وتشخيص سليم. طيب انا في صور كنت عايزك انت تشوفها، في زي الصوره دي. ايوه ودي صور برضو وصلتنا، دي من مصر يعني. اي احنا نشوف الصور في من الايباد، نخلي الاخوه في الكنترول يعرضوها علينا، هي من وصلتنا للتو يعني. أيوة. من مصر. أيوة. وانا اقول لك السؤال بتاعها، يعني دي طفلة تقال بتعاني من الحاجة دي يعني. اي ممكن نشوفها كويس كده. اي ممكن نشوفها بطريقة افضل من كده يعني. طيب دي واحدة من الصور. نعم نعم. طبعا انت ممكن تشوفها في الموبايل. أيوة هنا افضل. أيوة. وانا بعرضها للمشاهدين. أيوة, ايوه 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 انت ممكن تمشي هنا وانا. أيوة. اعرض بعض الصور هنا للمشاهدين. ايوه دي في منطقه يبدو انه خلف الركبه يعني. ايوه ايوه هاي. دائما في الاكزيما الاتوبيه بتجينا خلف الركبه وخلف الركبه وخلف الكوع. ايوه في المنطقه دي الناس اللي شايفيني هنا وهنا وفي خلف الركبه دي حساس. دي اكزيما معروفه عندنا، الاكزيما الاتوبيه، وفعلا شكلها كده اكزيما اتوبيه. دي اكزيما ما صدفيه. لا دي شكلها دي شكلها اكزيما. دي شكلها اكزيما و اكزيما اتوبيه، يعني نوع من الاكزيما اسمها الاكزيما الاتوبيه. طيب احنا برضو في صوره ثانيه عايزين تشوفها، دي برضو وصلتنا للتو من حسام، وحسام ديل حقه نحن نديه مقابله مجانيه معك. هاي حسام دي. أيوة. دي شكلها صدفيه يا حسام. الاخيره دي شكلها صدفيه، لكن الصور وصلتنا للتو. لما نشوف الحاجه عيانا بيانا هاي بتكون افضل لنا من الصور، لكن شكلها صدفيه، نقدر نقول صدفيه، لانه العيانين هنا بكونوا تحت علاج، فبالتالي الصوره ما تكون واضحه لك 100%. يعني هو بياخد علاج. ايوه وبتكون فمرات احنا بنوقف العلاج لفتره عشان تتضح الصوره الحقيقيه للمرض علاجنا. ايوه زي حسام ده الكورتيزونات بتلخبط التشخيص مرات الابتدائي. ما هي المشكله، واحده من المشاكل انت ممكن تلقى اقرب دكتور يكتب الان، معظم الناس بيكتبوا حاجات محدده. نعم نعم يبدو طوالي بالكورتيزون وغيره. ايوه بالنسبه لحسام ياخذ مقابله مجانيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ايوه ايوه وتشوف ان احنا لمصر يعني المساله دي قبل العلاج ولا ما قبل العلاج، لانه الان الناس اللي بيشتكوا 8 سنه يا دكتور 30 سنه 28 سنه الزول بيكون متردد على الاطباء وما لاقي حل. جميل. طيب. ما انا قلت في البدايه انه المرض ده مزمن، مرض الصدفيه مزمن زيه زي السكر زي الضغط، يعني يقول لك والله جاني سكر عرضي ومشى. فالصدفيه مرات
بدون علاج بتخلي العيان بتاعه يرتاح فترة طويلة، ومرات بالعلاج نفسه بيرتاح فترات طويلة، لكن ما معنى انتهت بتنتكس مرات في حيان كثيرة، لكن مرات بالسنين ما تجيه حاجة. يعني دي بنقول على unpredictable مرات. لكن لازم تشخص صحيح، تاخذ علاج صحيح، حتى اذا اخذت بالسنين وهي تحت المراقبه والعلاج افضل من مزول اهملها وما ياخذ لها علاج ويخليها تعمل له المضاعفات اللي قلنا عليها تاثر على مستقبل حياته. طيب العلاج احنا طبعا تكلمنا عن المحور العام وما جينا للمحور الثاني اللي هو محور العلاج الموضعي، ده تكلمت عنه دكتور محمد وقلت الكورتيزونات. الحقيقة هي ما بتتعالج بالكورتيزونات، الكورتيزونات واحدة من العلاجات اللي بنديها، لكن في حاجات كثيرة تانية، في حامض الساليسيليك أسيد، في التار، في مادة اسمها الأنثرالين، في الناروباند يو في بي اللي هي العلاج بالأشعة فوق البنفسجية، ده مرات بنديه أغلب الأحيان بنديه بدون أي علاج بس تعرضه للأشعة دي. عندنا أجهزة للأسف بس في الخرطوم، ممكن في بعض المدن الكبيرة، في حتات تانية ما موجود، لكن بنستعين بالشمس عادي من زمان قبل ما الأجهزة تتجي، الناس بيستعينوا بالشمس للعلاج. طيب التعرض في الشمس للعلاج عشان ما نخلي الكلام مطلق ساي، يقف كم دقيقة؟ لا ما يقف ساي، ما يقف ساي. عندنا مستحضرات بنديها يمسحها في جلده ونوريه الشمس ذاتها، في العادة شمس الصبح بدري وبعدين شمس قريب الليل كده شمس العصرية، بنتدرج معاه في الوقت. فالعلاجات الموضعية أنواع هي اللي بتديها وتعرض للشمس وبتدينا مواضع، والعلاج الأشعة الفوق البنفسجية مش للصدفية بس، في أمراض كثيرة احنا بندي العلاج دي، وبدوه في البحر الميت مع موية البحر الميت. طيب واحد بيشتكي قال عنده صدفية، نعم، وبيتعرض لحك شديد لحد ما تحصل مرحلة بتاعت إدمان وما قاعد يجي الدكاترة، لكن بيستعمل حاجات حلبة وبيجيب لي حاجات من عشابين وكده. طبعا الأعشابين ما شخصوا التشخيص، يعني ادوا حاجة هو بس حاجة مجربة بقول له، واحنا اتمنى يكون عندنا أعشابين يعني دارسين وعارفين، لكن انا افتكر العلاج الصدفية لازم يشخصها طبيب. وانا قلت التشخيص مهم ليه؟ مش للدكاترة بس، حتى للناس التانين اللي بدوا اللي بيقولوا يدوا أعشاب وبتاع يكونوا مثلا سمعوا لهم انه الحلبة دي بتفيد الصدفية، اوكي هاي. الحرجة اللي بصدت الصدفية على الاقل يكونوا على بينة، هون حاجتهم للدواء دي سمعوا لها، يكون عندهم على دليل مستندين على راي علمي. أيوة. فيها ولا كذا. ايوه فافتكر هاي. التشخيص من البداية، اي مرض بدون تشخيص مشكلة، يكون في اشكالية لازم تشخص عشان تدي العلاج بتاعك اللي بيريح العيان. وزي ما قلنا احنا قبل، العيان ممكن يمشي عادي جدا بس بمجرد انت تكلمت عن الحاجات اللي تفاداها والحاجات الثانية الموضعية اللي يعملها ممكن يكون عادي طبيعي جدا جدا. إذا المسألة ما مشت معاك بالعلاجات الموضعية وفيها وحدات تانيات أسماء علمية الأطباء هم الأدرى فيها، إذا ما مشى معاك بالموضعية، وده دائما في الحتات في الحاجات القليلة يعني المرض ما انتشر تقدر تعمل لي كنترول في الحتة دي، إذا انتشر بتمشي للعلاج بعد كده الثالث اللي هو السيستميك اللي علاج اللي بياخدوه بالفم أو بالحقن، وده مهم في الحالات بالذات الحالات إذا أخذت 10% وما فوق من الجسم من جسم الإنسان جلد الإنسان. فدي عندنا برضنا علاجات كثيرة فيها، لكن أي علاج فيهم بيعتمد على الصحة العامة بتاعت المريض. في وحدات بيأثروا على الكبد، في واحدين بيأثروا على الكلى، في واحدين بيأثروا على الدهون في الدم. انت لما تدي العلاج لازم مريضة تكون عارف وماشي كيف، والعيان يجينا بانتظام يجينا بانتظام، لكن ما بتدي الحاجات دي الا في الحاجات اللي حسيت بانه العيان تعب وبقى في حالته يعني مزعجة بالنسبة له وما قادر يمشي بالعلاجات الموضعية، ما حسنته ما صلحته، فبالتالي تمشي ل خطة اللي تانية. هو ايوه دستة نبلاين، ودي فعالة جدا جدا، ناس بيرتاحوا عليها تمام التمام، لكن اهم شيء العيان يكون متابع مع طبيبه ما يطلع من طبيبه. يعني تلقى الواحد مثلا تدي العلاج بيقى كويس تمام التمام، يقول لك ها امشي للدكتور اسوي شنو، انا ما خلاص طبت تماما. المتابعة والمراجعة ضروري، انتكس انتكاسة ما حلوة، لكن لو هو تابع انت علاجك اللي اديته لذا تدريجي بتخفضه
بتوقفه وبتمشيه على موضعي او تخليه ان شاء الله على مرطبات بس يمشي عليها، بعد كده هو بيمشي لك كويس. طيب في مدرسة اخرى من الشعب السوداني في انه يبدا علاج مع دكتور وثلاثة اربع يوم ما استجاب طوالي يلغي الادوية ويمشي دكتور ثاني جديد. لا ده أيوة. بالنسبة لكم في جلدية دي موجودة؟ لا مشكلة، ممكن يجي للدكتور والدكتور يشوفه اي شيء ويدي علاج وهو ما عجب الدكتور يمشي ثاني لدكتور اخر. دي الحالة بتاعت المريض ونظرته للطبيب بتاعه المعالج، اقتنع به ولا ما اقتنع به. والعلاج يعني انت من الاول مفروض تكلم العيان كطبيب انه العلاج ده عايز صبر شوية، الافضل انه هو يرجع لطبيبه ذاته اللي ادى العلاج يقول له انا استعملته ثلاثة يوم ما طبته، يعني مش يمشي طوالي للطبيب اخر عنه. ايوه يوم ومرات ولا يجيب العلاجات معه، لو جابه اوكي للطبيب الاخر، لكن مرات ما يجيبه يقول لي انا مبيت كويس وعالج عايز علاج شافي كافي والكمدة بالرمدة. ما المودي بفتح خشب البقرة. اي الكمدة بالرمدة عايزينه طوالي العلاج يبقى كويس. اي يجيب النتيجة المرجوة في اللحظة والحين. بروفيسور نادر موسى بيسأل كيف التفريغ من ناحية تشخيصية في اصابة الرأس من حيث الاصابة بالبهق والاكزيما والصدفية. البهق والاكزيما والصدفية. الصدفية. لمام كلهم لك سواهين. اي طبعا ديل قال في وين هو؟ في الراس. في الراس. ايوه. نعم. طيب احنا عندنا مرات في الترمينولوجيا اللي هو ال 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 الكلام الدقيق للحاجة. عندنا البهق وعندنا البهاق. البهق ده احنا بنسميه الناس هنا بسموه البهق للنخالية المبرقشة او النخالية الملونة. البهاق عندنا ذاك حاجة براها، ذيك مرض اخر تاني. الاكزيما والصدفية ديل يعني ثلاثة حاجات مختلفات تماما، والعلاج بيختلف من كل واحدة للثانية. ايوة علاج السبب علاج العرض، كل واحد بيختلف من الثاني. لكن الصدفية احنا قلنا لما تجي في الراس بتعمل كتل في الراس، يعني انت تلمس راس بالذات النساء شعرهم كتير يقول لك عندنا حاجة في راسنا، انت لو ما لمست ما بتعرف. لما تلمس تلقاه هيبس اوف سكيلز، يعني نقول عليها يعني مجموعات كبيرة كتل متراكمة. أيوة طبقات. كتل المتراكمة. ايوه طبغيا بتلقاها في فروة الراس. الاكزيما لا ما كده، الاكزيما ممكن تلقاها جروح نازة، يعني لو لمست بيدك المجردة ما اخذتها جوينت بتلقاها تبل يدك بالمادة الطالعة فيها. طيب. وتكون فيها ألم. ألم وحكة، هناك بيكون في حكة في فروة الرأس وممكن ما تكون في حكة في الصدفية. الأطراف أطراف الشعر من قدام دي بتوضح لك الفرق بين الإكزيما والصدفية. الصدفية. الصدفية قلنا حدودها واضحة جدا، well demarcated يعني حوافها واضحة شديد. حوافها واضحة وديك بتمشي زي ما قلنا merging with the skin، هاي تتماهى مع الجلد. طيب دكتور بيسأل ودارين إجابات سريعة ومقتضبة لأنه فضل زمن البرنامج أوشك على الانتهاء، حب الشباب المزمن ممكن يتحول لمرض جلدي أو صدفية، وبيسأل عن المرطبات المناسبة عشان الدنيا شيت الناس. أيوة نبدأ بالآخر، المرطبات المناسبة أول شيء السوق الحمد لله دلوقتي فيه، وإحنا قبل 15 سنة جينا ما كان في عندنا مرطبات كافية، قليلة جدا جدا أو تكاد تكون معدومة. دلوقتي المرطبات كثيرة جدا جدا، بس نتمنى انه الواحد ما ياخذ كورتيزون، يعني ياخذ مرطبات موجوده متوفره وباحجام كثيره جدا على شكل كريمات على شكل لوشنات موجوده. طبعا الادويه نحن تحت الجلديه دي فيها المراهم فيها الكريمات فيها اللوشنات فيها السبريز فيها السوليوشنز اللي هي السوائل الاشكال متعدده. الكريمات مناسبه جدا في الموجوده عند ال ما مشكلة كمان كريمات الآن غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ومتفوزة في الصيدليات المسجلة المسجلة لا الحاجة المعروفة الكريمات اللي عند الجماعة هاي وغدر ظروفك وملعقة من هنا وملعقة من هنا هاي وخبيرات التجميل ومش عارف لا لا كريمات في الصيدلية كريم مسجل تمشي الصيدلية تطلب تقول لهم ومجرب علميا ايوه لكن حكاية تشتري من البوتيكة جنبك طبعا ده خطأ كبير جدا جدا لأنه دي مؤكد فيها كورتيزونات فيها هيدروكوينون فيها بلاوي خلط الكريمات وخلطه منو اللي بيخلطها؟ ناس اساسا ما مؤهلين ما كواليفايد ناس هم بيخلطوا تتفاعل مع بعضها وياما بنشوف بلاوي احنا في الحته دي كثيره جدا جدا فلازم الواحد يمشي الصيدليه
واسألهم من مرطب مسجل في وزارة الصحة، وهم في العادة بدون مرطبات حسب الحتات اللي عايز يمسحها في جلده. احمد عبد الرحيم وعم صلاح بيسألوا مين؟ النخل بقى منتشر كثير جدا، وعين السمك والصدفية، هل في حاجة رابطة؟ جميل، احنا قلنا ضبط المصطلح زي ما بقوله، تمام ضبط المصطلح مهم جدا جدا هنا. فالنخل ده يعني في زوايا جلدية كثيرة جدا جدا، الناس بيسموها نخل، لكن هي ما كلها حاجة واحدة، فدي أشكال وأنواع، يعني ممكن يدخل فيها حاجات حميدة جدا جدا، وممكن تكون فيها حاجات خبيثة، وممكن تكون خبيثة جدا. يعني لازم تشخص صحيح وشيلوها صحيح، وفي وحدات انت بتشيلن وتوديهن، تشيلها بالكامل وتوديها معمل الأنسجة لأنه شكيت في أنه قد يكون سرطان. أما الحميدة ظاهرة جدا جدا، دي ما محتاجة لحاجة، لكن هي ما حاجة واحدة، دي بول حاجة فيها كمية من التشخيصات الطبية اللي هي ما نقدر نقول عليها واحدة كده. الثاني قال شنو؟ عين السمك. عين السمكة برضه دي فيها كلام كثير، يعني فيها ان احنا اكثر حاجة بنشوفها هنا السعاليل الفيروسية في راحة الرجل. في راحة الرجل، فدي بتحتاج لتشخيص ومعالجة لانها فيروسية، يعني عدوى ومعدية. دي عين السمكة. اي دي اللي بيسموها عين السمكة اللي هي بلانتر وارت. واحدة بتعاني من جفاف في بعض المناطق ولونه اسود، ممكن يصنف صدفية؟ لا، صدفية لازم يكون فيها قشور، لكن في الملاين عادة القشور ما بتظهر، والقشور يعني بتكون خفيفة لأنه دي ملاين رطبة. هنا بتدخل الفطريات كثيرة معانا، تدخل الإكزيما معانا، يعني علاج التشخيص في الملاين عايز طبيب. هل هي صدفية؟ هل هي إكزيما؟ هل هي فطريات؟ التشخيص مهم، الافضل طبعا يكون فطريات، بتتعالج بسرعه جدا وقابله للحل بتتعالج اي بسرعه، ديلك بتعالجوا، لكن ما نقول ما بتعالجوا، بتعالجوا بمعالجه كويسه برضه. احنا والله دكتور سعدنا جدا بصحبتك في هذا الله يخليك، سانحه طيبه جدا جدا، ويمتد العطاء. مشاكل الجلد وتخصصكم كبير جدا جدا، وناس في حوجه ماسه الى كثير من المعلومات. احنا والله لا يسعنا في ختام هذه الحلقه الا ان نشكرك. طيب، وانت جيت علينا مرارا وتكرارا، بس 30 ثانيه حتى. ايوه يعني احنا عندنا علاج طبعا هنا ما متوفر، ده اللي وصلت ليه البشريه دلوقتي، علاج البيولوجي، هاي البيولوجيكال ثيرابي، دي هنا حاليا ما عندنا، ده علاج مهم جدا جدا وغالي جدا جدا، لكن الناس تكون عارفه انه في علاج البديل شغال به اوروبا وامريكا والدول المتقدمه، اللي هي احنا عندنا ما فيش خالص الحمد لله. طيب، كل الإخوة اللي احنا أديناهم مقابلات مجانية يمكن أن يصلوا إلى قناة طيبة الفضائية بالصحافة مربع 26، الصحافة مربع 26، إشارة المينا البري، ومتجهين غربا، يخلوا ديوان الزكاة على يدهم الشمال، وأول زلط يدخلهم على يدهم اليمين، يصلوا استقبال القناة عشان ياخذوا كروت بتاعت مقابلات مجانية. دكتور فضل طبعا نرسلهم لك الصباح دائما جدا، الصباح الساعة 8 صباحا. نعم، نحن نجدول وإن شاء الله يمتد العطاء وربنا يتقبل منك يعني. وكان حلقه الذكور والعقم اثر كبير جدا جدا، يعني اكثر حلقه كانت بالنسبه لنا مزعجه في القناه، ولكن نحن قدرنا ان شاء الله وجينا للازعاج ده عشان نخدم المواطنين عبر قناه طيبه الفضائيه. ايضا نذكر مشاهدينا ومتابعينا ان هنالك كشف مبكر لسرطان الثدي في كل من كليه طب جامعه افريقيا العالميه، مستوصف جامعه افريقيا العالميه، كشف مجاني. وايضا تقيم جمعيه ايادي رحيمه، الجمعية أيادي الرحيمة جمعية طلابية أساساء كلية طب جامعة الخرطوم، عندهم يوم الخميس القادم يوم مفتوح للكشف عن سرطان الثدي وزيادة من المعلومات، ونحن بنقدر هذه المجهودات الكبيرة جدا لأنها بتضيف في إطار التوعية ورفع مستوى الفهم عشان الناس يقدروا يتفهموا ويتفادوا مشكلة سرطان الثدي. ونحن بنحييكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم، وبكرة اليوم العالمي للصدفية، إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من طيب سمح العافية، طيب في عيش حلو خافية، من طيب سمح العافية، من طيب سمح